السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء في حفظ الله. كنتمنى يا ربي تكونوا كدوزوا اجواء العيد زوينه ودوزوا عطله ان شاء الله تكون سعيده مع وليداتكم. نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير دائما في اطار لي كيك وفي اطار هاد الوقيته هادي اللي الناس كلشي كيحتاجوا كيك للصباح اولا الكوتي. اليوم غنقدم لكم كيك بالجوز اولا بالقرقع، كله تشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. كيجينا كيك زوين وغزال وهكا بالكلاصاج ديال القرقع والشوكولا، كيجي كيك هائل وفيه واحد مكونات غادي تشوفوها معايا سهله وزوينه. كنخليكم تشوفوا المقادير وتتبعوا الوصفه من الاول حتى الاخير باش تعرفوا على الطريقه وجميع المكونات. البنات بالنسبه للمقادير ديال هذا الكيك الرائع، كما شفتوا عندي 4 ديال البيضات، عندي كاس لاروب ديال الزيت ما يكونش عامر، عندي هنا نص كاس ديال السكر، انا عندي هنا السكر الاشقر كملته بواحد معلقه ديال السكر البيض. الا عندكم السكر الاشقر استعملوه كله سكر اشقر، يعني كاس لاروب تقريبا نص كاس ديال السكر، ما تكثروش الحلاوه. وعندي كاس ديال القرقع هكا مقطع طريفات بحال هكا كبارين، ماشي رقيق، ماشي داك المهرمش، وانما كتحسوا ملي كتاكلوا القرقع كتحسوا بالطريفات كاينين. عندي هنا اللي غادي يكمل لي الحلاوه ديال هذا هو هاد الكاس ديال الكراميل، عندي هنا نص كاس ديال الكراميل ما يعادل جوج معالق كبار. اي كراميل عندكم اللي كيتباع جاهز اولا نسلي كراميل اولا اللي كيتباع اولا اللي كيتصاوب، المهم عندي هنا جوج معالق كبار ديال كراميل اللي انا شريته جاهز، هذا ماشي اللي كنصاوب في الدار وانما جاهز. عندي هنا جوج علب ديال جبن بدون سكر، جبن طري، وعندي جوج خمارات وجوج ديال الفاني. كنعرفوا ان الكيك كيتواتى مع القرقاع الفاني الكراميل، يعني كيجي مذاق ولا اروع. عندي هنا معلقه صغيره ديال الملح، الملح ما ديروش قبيسه الملح، وفيو شويه في الملح باش تخرج لينا داك لوغو ديال القرقاع مع هاد المكونات هادو. دونك ندوزو للطريقه. وعندي بطبيعه الحال الطحين، انا الطحين ما نعطيكمش الكميه لان على حسب السوائل وعلى حسب كميه البيض انا كنحط الطحين، حتى كنعرف لا تيكستور ديال الكيك ديالي كيكون هو هذاك كنحبس. عندي المول ديالي اللي غادي نستعمل فيه هو هذا ديال لابورسلين ديال الدجاج، عندي طويل هكا وعريض كبير برشي شويه، دونك داكشي علاش كتشوفوا الكيك كيكون هكا غليظ حيت عندي المول هذا ماشي المول الرقيق. انا نحط لكم باش تشوفوا هكا، شوفوا هذا عندي مول هكا ديال الدجاج، كيجيني فيه الكيك زوين 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 بزاف وثقيل، كيستحمل الحراره وكيخلي ديك الحراره كتمشي بشويه عليها وكيتنفخ الكيك من كل كاع الجوانب. دونك دهنتو بالزبده ودرت ليه رشيتو بالدقيق وغادي نرجعو للثلاجه كنخليه حتى كنسالي عاد كنجبدو. دونك ندوزو للطريقه. انا كناخذ لاكيف ديالي ديال الباتر وكنوضع فيها 4 ديال البيضات، وغنضيف لها داك السكر الاشقر اللي عندي، وغادي نضيف الملحه كما قلت لكم، الملحه ماشي قبيسه الملح وانما هكا وفيو شي شويه في الملح، وغادي نضيف لها حتى دوك جوج اكياس ديال الساشيه ديال الفاني. صافي غادي ندير الكل كيطرب مزيان 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 حتى يضاعف الحجم ديالو، غتشوفوا معايا غادي يضاعف الحجم ديالو مزيان وغنكملوا المقادير. شوفوا البنات لا تيكستور ديال لو كيك كيفاش ديال لاباري كيك كيفاش كتولي عندنا، يعني خصكم ضروري ما تحترموا المقادير وتحترموا لا تمبيراتور ديال اي حاجه، بحال دابا بالنسبه للبيض ولا بالنسبه للياغورت ولا اي حاجه كتكون في لا تمبيراتور ديال المطبخ، يعني بدرجه حراره ديال المطبخ، يعني الا كانوا باردين راه ما غيطلعش لكم ويعطيكم هذا الريزلت بحال هكا. شوفوا كيفاش كيولي البيض، مع العلم انني درت غير كميه قليله ديال السكر، خاصو يتطرب مزيان وياخذ حقه في التطراب وطلع لينا هذيك لاباري هي اللي كتهوي لينا الكيك وكيجينا الكيك خفيف وزوين. دونك دابا غادي نضيف الزيت تدريجيا شويه بشويه، غادي نهبط هذه وغادي نضيف غير سرعه واحد بحال هكا، وانا كنخوي الزيت
بحال الشكل كنطلعوا المايونيز. الى جهدتي السرعه ديال الباتور راه غادي يمشي لك كلشي، داك الهواء اللي دخلنا وداك داكشي اللي تحصلنا عليه كله غادي يمشي لينا. دابا غادي نضيف داك الجبن الطري، بغيتو تاخذوه بالسكر خذوه بالسكر، انا كيعجبني هكا ناقص حلاوه بزاف. كنعرفوا الكيك ديال الكركاع ما كيبغيش الحلاوه، ما خصوش الحلاوه بزاف. نضيفوا العلبه الثانيه، بحال هكا كنبقاو غادي بسرعه بشويه خفيفه. دابا غادي نضيف هذاك الكراميل حتى هو شويه بشويه باش ينسجم ليا مع الخليط. نخلي الكل كيطرب شويه على سرعه بشويه، وغادي نضيفو دابا نحيدو هاد الروبو وغادي نديرو غير طراب يدوي باش ندخلو الطحين والخمارات. هنا كنحيد لاباراي الروبو، كندير الخمارات كنغربلهم جوج خمارات قلنا، وغادي نضيف الدقيق وانا كنغربل هكا. صافي غادي ناخذ الطراب اليدوي وكنبقى نخلط هكا من التحت للفوق، غادي نضيف عاوتاني حتى نتحصل على لا تيكستور اللي بغيت. انا عيني ميزان يعني تقريبا راه غادي يهز لينا واحد 3 جوج ونص حتى 3 ديال كنعرفوا ان دابا في الصيف بنادم كيكون عنده ضياف كيبغي يفطر بشي حاجه زوينه، يعني كلشي كيكون جالس في الدار ما فيها باس الا جربنا هاد لي كيك هادو. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مع الكيك اللي داز، حتى هو كان رائع ديال العيد الكبير. شكرا للبنات بزاف اللي صيفطوا ليا هذا التطبيقات ديالهم، كلهم جاهم زوين وتحصلوا على كيك زوين. المره الجايه غندير معكم واحد لو كيك ما بغي. بالنسبه للبنات اللي كتصيب مشكل في لو كيك كيتخلط ليهم هذاك ديال الشوكولات مع هذاك اللي كنديرو فاني، صافي كنظن انني وصلت هذاك الشيء اللي بغيت. درت الكركاع درت كل شيء، دونك هذا هو لو كيك. خصو يجينا شويه ثقيل باش ما داك الكركاع ما يطفش لينا لتحت. بالنسبه للبنات اللي كيهبط ليهم الكركاع ولا اي حاجه داروها مكسرات كيهبط لتحت، حاولوا تغلفوه بالدقيق مزيان 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 وحيدوا داك الفائض ديال الدقيق وعاد ديروه هو الفوقاني باش هكا ما يهبطش لكم. دونك ندوز دابا ناخذ المول ديالي ونخوي فيه هاد لاباري. هانتوما شوفوا لا تيكستور ديال لو كيك كيفاش كيجي بحال هكا، كيخصو يجينا ثقيل شويه او ميم طون راه هو مهوي كما كتشوفوا. شوفوا التهويه اللي فيه. دونك كناخذ المول ديالي كيكون بارد وكنخوي فيه الخليط كله. البنات هاد لي كيك هادو راه هما زوينين بزاف، حاولوا تجربوهم، نوعوا لوليداتكم ولضيافكم في هاد العطله هادي، بما اننا كلشي جالس دابا في هاد الوقيته ديال العيد الكبير والعطله كاينه، علاش لا واحد يصوب سواء يكون الفطور او الكوتي او لا اي حاجه بغيتوها كيجيو رائعين بزاف. عاد
كنشكر بزاف البنات اللي تواصلوا معايا وصيفطوا لي التطبيقات ديالهم. صافي كنقادو كنجيو هنا وكنديروا بحال هكا. صافي دابا غادي ندخلو الفرن مسخن على درجة حرارة 180. غندخل الكيك ديالي ونهبط العافية شي شوية ونخليه يطيب على خاطر خاطرو حتى وكان ينضج، وغتشوفو معايا التزيين من بعد ما نخرج الكيك ديالنا. من بعد ما كيخرج من الفران كيخدم من عندي 45 دقيقة بالتمام والكمال. شوفوا كيفاش كيجي، كيجي نهائل ومفشفش وطالع بزاف. دونك اللي بغيتو تقدموه بحال هكا قدموه بحال هكا. غادي نعطيكم تقديم اخر بحال اللي غادي ناخذ شويه ديال الكراميل وغادي ندهن به هكا الوجه ديال هذا الكيك هذا. غادي تاخذوا القرقاع غادي تكراميليزيو، كتاخذوا المقله كديروا فيها شويه ديال السنيده وكترجعوها كراميل حتى كيرجع كراميل سيك يعني ما فيهش الماء، وغادي تخويو عليه القرقاع وتخليوه حتى كيبرد وكتحصلوا على قرقاع كراميليزي كيبقى مده طويله. واخا يبقى الكيك داك القرقاع ما كيلوى ما والو. دونك غادي ناخذ القرقاع كراميليزي ديالي بحال هكا، شوفوا كيجينا مقرمل وكيبقى مده طويله وما تيخسر ما حتى شي حاجه. غادي نثبتو هكا هاد القرقاع. راه كتقدروا ديروه تحطوه حتى هو هكا في الطبله ملي كنديروا الفاكهه حتى هو كيجي زوين، كنديروه في بزاف ديال الحويجات. غادي نلصقو بحال هكا كنثبتو فوق الكيك وكنكونوا مذوبين شوكولا دو كوفرتور. شوكولا يكون نوعيه جيده وزوين، حنا دايرين كيك زوين وفيه بزاف ديال المكونات اللي زوينين، نستعملوا شوكولا يكون زوين حتى هو. كندير هكا باش نلصق ليا هاد القرقع. هكا كتبقاو تتعمروا في هاد البيسات هادو اللي خاويين عندكم وكتحطوا عليهم القرقاع. صافي غادي ناخذ الشوكولا ديالي. انا خديت شوكولا اولي بحال هكا وذوبته وغادي نجي نسقي به انغلاسي به هاد الكيك. كنغطيو من الفوق كامل. كيجينا كيك رائع وزوين ويصلح للمناسبات، يصلح هكا جايين عندكم الضياف في النجاح ديال وليداتكم في اي واحد عزيز عندكم تقدموا لي هذا الكيك. كنتمنى انكم تجربوه وتصيفطوا لي التطبيقات ديالكم. صافي بحال هكا كنخليو حتى كيبس وديك الساعات حتى ينشف عليه الشوكولا ندخلو الثلاجه يبس مزيان ونقدموه ديك الساعات بالصحه والراحه. دونك ندخلو الثلاجه يقبض في راسو مزيان الشوكولا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. هذا هو الكيك ديالنا بعد ما دخلناه للثلاجه شويه كيقبض فراسو وكيتبت عليه داك الشوكولا كيكون الشكل ديالو بحال هكا. كنقدموه بارد بالصحه والراحه. ما تنساونيش في لايك وفي جيم خليولي تعليق الى عجبكم الفيديو
نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في وصفه اخرى. Thank you.